أهلا فيكم في فيديو جديد. في فيديو اليوم رح نكمل في سلسلة نظريات رح تدمر طفولتكم، وفي فيديو اليوم بنتكلم عن واحدة من أشهر أفلام الكرتون وهو آليس في بلاد العجائب، وكمان بنتكلم عن بعض النظريات المظلمة عن كرتون الأميرة صوفيا أو الأميرة صوفيا الأولى. لننظر من منصة السباحة. ننظر على ماذا؟ صوفيا؟ مع أنه آليس في بلاد العجائب هو كرتون موجه للأطفال، إلا أنه الكرتون فيه عدد كبير من الرسائل المبطنة وعدد كبير من النكت والكلام اللي صراحة فيها معاني خبيثة ومعاني مستحيل يفهمونها الأطفال. الكرتون يتكلم بسرية تامة عن مواضيع حساسة زي المخدرات. قبل لا نتعمق في فيديو اليوم، حابة أحذركم أنه بعد هالفيديو أكيد رح تكرهون فيلم آليس في بلاد العجائب، أو على الأقل مستحيل تشوفونه بنفس الطريقة اللي كنتوا تشوفون الكرتون فيه من زمان. والتحذير الثاني أني بتكلم عن مواضيع حساسة زي الممنوعات وأنواع معينة من المخدرات. ولكن قبل لا نبدأ فيديو اليوم، لا تنسون تضغطون على زر لايك وتشتركون في القناة، ويلا نبدأ فيديو اليوم. آليس في بلاد العجائب هو كرتون لطيف وبريء يتكلم عن بنت اسمها آليس، وهي بنت كان عندها خيال واسع وكل يوم كانت تبحث عن مغامرة جديدة، ولكن في يوم من الأيام تطيح في حفرة عميقة وفجأة تلقى نفسها في عالم مختلف عن عالمنا الطبيعي. في هذا العالم تشوف أشياء غريبة وتلتقي بشخصيات وحيوانات أغرب وأغرب، ولكن لو ركزنا في الكرتون راح نلاحظ كمية الممنوعات الموجودة في هذا الكرتون. في كثير لقطات فيها مشروبات تشبه الكحول، ولقطات للدخان والشيشة، ولقطات ثانية غريبة لشخصيات في الكرتون وهي سكرانة. المشكلة إنه التلميحات للممنوعات في هذا الكرتون موجودة في كل مكان، وراح أتكلم عنها بالتفصيل في فيديو اليوم. في مشهد مشهور في الكرتون لآليس وهي تاكل مشروم أو فطر، وبعد ما تاكل هذا الفطر فجأة تبدأ تهلوس وتشوف أشياء غريبة حولينها. ومن الأشياء الغريبة اللي أنا اكتشفتها وأنا أعمل فيديو اليوم إنه مو كل أنواع الفطر أو المشروم تعتبر قابلة للأكل. في أنواع من المشروم اسمها المشروم السحري أو The Magic Mushroom، وهو ممنوع وغير قانوني في معظم دول العالم، وهذا النوع من المشروم يحتوي على مواد مهلوسة تشبه المواد المهلوسة اللي موجودة في بعض المخدرات. والنظرية تقول إنه لما آليس أكلت المشروم، هي ما أكلت المشروم الطبيعي اللي نحن نعرفه، ولكنها أكلت المشروم السحري اللي خلاها تهلوس وتشوف أشياء مو موجودة. النظرية اللي رح نتكلم عنها اليوم تقول إنه كل المشاهد اللي نشوفها في هذا الكرتون في الواقع تتكلم عن التجربة اللي يعيشها مدمن المخدرات، وفي أكثر من دليل على هذه النظرية. عشان نفهم هذه النظرية لازم في البداية أكلمكم عن مؤلف رواية آليس في بلاد العجائب، وهو واحد اسمه لويس كارول. المؤلف لويس كارول كان مصاب بمرض الاكتئاب، ولكن للأسف في هذاك الوقت وتحديداً في سنة 1865 مرض الاكتئاب ما كان مرض متعارف عليه، والناس في هذيك الفترة كانت تحسب إنه مريض الاكتئاب شخص يدلع أو يستهبل، وما كانوا فاهمين إنه هذا مرض حقيقي. وعشان كده لويس كارول وغيره من مرضى الاكتئاب كانوا يستخدمون طرق ثانية للتحكم بالمرض، وتحديداً كانوا يستخدمون أدوية الهلوسة أو المخدرات زي ما نحن نسميها. كان يستخدم أدوية معينة وتحديداً مخدر اسمه LSD. هذا المخدر يا جماعة الخير هي واحدة من أقوى مخدرات الهلوسة، ومعروف إنه الشخص اللي تعاطى هذا النوع من الأدوية يبدأ يشوف أشكال غريبة ويدخل في عالم مختلف تماماً عن العالم الواقعي اللي نحن عايشين فيه، ويوصل لمرحلة انعدام الوعي. يعني المتعاطي عادي يشوف نفسه في عالم تنعدم فيه الجاذبية، أو يشوف نفسه يطير فوق السحاب أو أشياء من هذا النوع. والناس لاحظت إنه الأشكال الظاهرة في كرتون آليس في بلاد العجائب تشبه لدرجة كبيرة الأشكال اللي يشوفونها متعاطين مخدر LSD. في احتمال كبير إنه لويس كارول استخدم تجربته في تعاطي المخدرات بإنه يكتب هذه القصة، أو إنه يوصف الأشكال الغريبة والحيوانات الغريبة في بلاد العجائب، خصوصاً إنه في هذه الفترة الزمنية أدوية الهلوسة كانت قانونية في بريطانيا، وممكن أي شخص يدور على هذه الأنواع من الأدوية ويحصل عليها بسهولة. وعشان تقتنعون أكثر بالنظرية، خلونا نشوف مشاهد تانية في الكرتون فيها تلميحات للمخدرات. أول مشهد هو مشهد لآليس لما دخلت حفلة شاي، وفيها أباريق الشاي تطلع غاز غريب يخلي الناس تضحك بدون سبب.
أليس أول ما دخلت حفلة الشاي استغربت من تصرفات الشخصيات الغريبة، ولكن أول ما استنشقت الغاز المجهول فجأة بدأت تعمل نفس الحركات الغريبة اللي هم يعملونها، وكأنه في مادة معينة في الغاز هي اللي تخلي الشخص يتصرف بغرابة. وأحد أهم الدلائل على هذه النظرية من وجهة نظري وهي جملة الوقوع في حفرة الأرنب. جملة الوقوع في حفرة الأرنب أو going down the rabbit hole بالإنجليزي هي جملة يستخدمونها الأجانب، وهي تعبير مجازي لتعاطي الممنوعات، لأنه في بداية تجربة حبوب الهلوسة الواحد يحس كأنه يطيح من حفرة عميقة، وهذا التعبير المجازي كان متعارف عليه قبل ما يطلع فيلم أليس في بلاد العجائب أصلاً، وهي نفس الجملة اللي نشوفها في بداية الفيلم لما أليس تطيح من حفرة الأرنب وتدخل عالم بلاد العجائب الغريب. في ناس تقول إنه المؤلف استخدم تعبير حفرة الأرنب عن عمد، وهو قصده من الأساس إنه يتكلم عن تجربة تعاطي المخدرات. وفي النهاية حابة أقول إنه هذه إلى الآن مجرد نظرية، وأصلاً لويس كارول المتوفي وما يقدر إنه يدافع عن نفسه ضد الاتهامات اللي توجهت له، وما في طريقة نعرف لو هو فعلاً كان قصده إنه يتكلم عن المخدرات في قصة الأطفال ولا لا. أما الحين فرح أتكلم عن كرتون كثير منكم طلب مني إني أتكلم عنه، وهو كرتون صوفيا الأولى. صوفيا هي بنت عمرها 8 سنوات وكانت عايشة حياة بسيطة مع أمها ميراندا، ولكن حياة صوفيا تتغير بالكامل لما أمها تتزوج الملك رولاند الثاني، وصوفيا بعدين تصير جزء من العائلة الملكية. والكرتون يتكلم عن كيف صوفيا تتأقلم مع حياتها الجديدة كأميرة في المملكة. طول المسلسل الكرتوني هذا وهم يوضحون إنه الملك رولاند هو مجرد زوج للأم، ولكن نظريتنا اليوم تقول إنه رولاند في الواقع هو والد صوفيا الحقيقي. ومو بس كده، بل كمان الملك رولاند كانت عنده علاقة عاطفية مع ميراندا قبل ما يتزوجون بالسنوات، يعني كانت عنده علاقة عاطفية مع ميراندا في الوقت اللي هو لسه كان متزوج فيه زوجته الأولى. أول شيء هو إنه في الكرتون العوائل الملكية كلهم مطالبين إنهم يتعلمون السحر ويمارسون السحر، ويبينوا إنه العوائل الملكية بس هي اللي تقدر إنها تستخدم قدرة السحر، لأنه قدرة السحر تنتقل بين العوائل الملكية بالوراثة. وعلى الرغم من إنه صوفيا هي بالأصل بنت بسيطة وهي ما عندها أي صلة قرابة بالعائلة الملكية، إلا إننا نشوفها وهي تستخدم السحر في أكثر من حلقة، هذا الشيء معناه إنه صوفيا هي بالفعل بنت الملك رولاند، لأنه عندها قدرة السحر اللي تعتبر قدرة موجودة فقط عند العوائل الملكية. والدليل الثاني على هذه النظرية هو الشبه الكبير بين صوفيا والملك رولاند، واللي يرجح إنه الملك رولاند هو أبوها الحقيقي. النظرية تقول إنه الملك رولاند كان يريد يتزوج ميراندا من زمان لأنه يحبها، ولكنه ما قدر إنه يعمل هالشي لأنه أصلاً كان متزوج، وبعد ما زوجته الأولى ماتت استغل الفرصة على طول وتزوج ميراندا. وهذا كان كل شيء عندي لفيديو اليوم. اكتبوا لي في التعليقات أي نظرية عجبتكم وأي نظرية حسيتوها مقنعة أكتر بالنسبة ليكم. في النهاية إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوا تضغطون على زر اللايك، وإذا يعجبكم هالنوع من المحتوى ممكن تشتركون في القناة. شكرا على المتابعة والدعم، وأشوفكم في الفيديو القادم.